صوت البلاد وصوت وعلاه ما علاه ما ديروا شنو اتفاقيه مع اتفاقيه ولا مش عارف انا هي مجرد فكره يعني تكون اتفاقيه مهنيه مع القنوات التلفزيونيه الجزائريه الخاصه والتلفزيون العمومي ويعود الاخبار اللي تجيبها وكاله الانباء يخرجها في الهام في الاجل ويخرجها واج وكاله الانباء الجزائريه ويعطي الاخر. هذه الجزائريه راهي تنتج دروك الخبر مكتوب ومصور والسمي البصري. راني عارف ولكن عمليه النقل التعامل تعامل مع الخبر اللي تجيبه وكاله الانباء الجزائريه لابد ان يتطور ولابد ان الخبر تاع وكاله الانباء يبرز. سيد الوزير وكاله الانباء في العالم كامل احنا ما رانا نخلقوا حتى شيء. وكاله الانباء بدون ديور على اساس تكون هي المصدر. معليش شوف من غير المعقول انه وكاله الانباء هي اللي تكون تدي من مصادر اخرى. لا انا ما اختلفتش معك. وكاله الانباء هي المصدر. نصحوا بعض الامور في هذا الاتجاه. وكاله الانباء هي المصدر. انا قلت لك انها تكون مصدر وتخرج في القنوات في شكل هام بمصدرها اللي هي وكاله الانباء الجزائريه. وهذه ما فيه مانع حتى انا قادر نشرف على 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 اجتماع فني بين وكاله الانباء الجزائريه والقنوات التلفزيونيه كلها. كلها ياخذوا الاخبار من وكاله الانباء ويخرجوه في شكل هام وعاجل داكور. ولكن انا نقول لكم جماعه وكاله الانباء انا نقول لكم طريقه تحليل الخبر لازم تتغير. وانا كنت هدرت مع سمير عندها واحد يومين او ثلاث ايام هكذاك خبر كان يتعلق بوزير الاتصال. وزير الاتصال دار تصريح قلت له سمير لا مش هكذا الاشياء الساخنه خليها في المقدمه الاشياء الساخنه لانه الان حتى القارئ تبدل والقارئ ما عنده وقت ليقرا اكثر من 300 كلمه ما عندوش. اذا ما دام هذو هما القراء الجدد لازم الاخبار الساخنه تكون في المقدمه والباقي نخليه في الخلفيه الخبر.